أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا حول باب جوامع التوحيد، الخطب أو الكلمات التي تضمنت جوامع مسائل التوحيد في كلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام، مروي عن أبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام، يروي خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وإنما روى هذه الخطبة لأن هناك أناس نسبوا إلى أمير المؤمنين كلاما في التوحيد كذبا وزورا، تأييدا لعقائدهم الفاسدة. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه مقبول لدى عامة المسلمين إلا الخوارج والنواصب وهم أقلية، لذلك الكثيرون أرادوا أن ينسبوا كلاما باطلا له ليؤيدوا بهذا الكلام الباطل عقائدهم الباطلة. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يروي هذه الخطبة لتفنيد مزاعم أولئك الكاذبين. وكما هو واضح ومعلوم أن ذوي النحل الفاسدة هؤلاء في البداية يحاولون أن يستشهدوا بالقرآن الكريم، فيؤولون الآيات بما يتطابق مع هواهم، أو الآيات المتشابهة يؤولوها بما يتطابق مع نحلهم الفاسدة. وقد حذر القرآن الكريم من ذلك في سورة آل عمران وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلذلك لا تجد ذوي نحلة فاسدة إلا ويحاولون الاستشهاد بالقرآن الكريم، ولأن هناك آيات متشابهة فلذلك يحاولون هذه المحاولة. والله سبحانه وتعالى لإتمام الحجة على عباده ولإيصال الحق والحقيقة لهم، أولا أمر الرسول صلى الله عليه وآله بتفسير القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. وكما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله نص القرآن في نيف وستة آلاف آية، كذلك نزل على الرسول صلى الله عليه وآله تأويل وتفسير الآيات في أكثر من 10,000 آية هي ليست من نص القرآن لكنها حديث قدسي في تفسير أو تأويل الآيات المباركات، والرسول صلى الله عليه وآله بينه للناس لأن الرسول يمتثل أمر الرب سبحانه وتعالى. وحتى يستمر هذا الأمر بعد الرسول، الله سبحانه وتعالى أمر الرسول بأن يخلف في الأمة الثقلين، الكتاب والعترة. فكما أن الرسول صلى الله عليه وآله خلف في هذه الأمة القرآن، كذلك خلف في هذه الأمة العترة،
وهذه العترة عترة متواصلة، لم يخلو زمان من وجود أحد من العترة. بس إذا الناس خذلوا العترة ولم ينصروهم فهذه مشكلة الناس، وليس هناك تقصير من الرسول أو من العترة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الأنبياء الذين لم يتبعوا الأنبياء، الخلل فيهم لا يمكن في يوم القيامة أن يعتذروا بعدم وجود الهداية. فكذلك بعد الرسول صلى الله عليه وآله، حيث لا نبي بعده، الله سبحانه وتعالى خلف في الأمة، يعني الرسول خلف في الأمة بأمر من الله سبحانه وتعالى، الثقلين القرآن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبه، لأنه كان حاكما لمدة نيف وخمس سنوات، فكان يتمكن من الكلام العلني من غير تقية ومن غير خوف، فلذا بيّن المسائل التوحيدية وانتشرت خطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلذلك كما حاول أصحاب الملل الفاسدة من تأويل القرآن أو تفسيره بما يتطابق مع أهوائهم، كذلك بالنسبة إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وكلام أمير المؤمنين أيضا حاولوا نفس المحاولة. أولا حاولوا أن يفسروا أو يؤولوا كلامهم بما يتطابق مع أهوائهم، وأضافوا على ذلك الوضع والدس. بالنسبة للقرآن لم يتمكنوا من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من الزيادة والنقيصة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الذي الآن بين أيدينا هو نفس القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بلا زيادة ولا نقيصة. أما بالنسبة إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله، فقد وضعوا أحاديث نسبوها زورا وبهتانا إلى الرسول، وكذلك وضعوا أحاديث على لسان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن الله أتم حجته، والأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا مواطن الأحاديث المزيفة من الأحاديث الصحيحة، ثم وضعوا ضابطا وهو ما خالف القرآن فهو زخرف، فهو باطل، وما وافق القرآن فهم قالوه. فلذا تجد غالب الأحاديث الموضوعة تخالف القرآن، لأن الذي وضعها وضعها لآراء فاسدة كان يحملها، وهذه الآراء الفاسدة لا تتطابق مع القرآن الكريم ولا تتطابق مع السنة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وآله، وكذلك لأحاديث الأئمة الصحيحة. فهذه الأحاديث الموضوعة تبين وجه بطلانها. على كل حال، هنا في هذا الحديث الذي نحن الآن في صدد شرح معناه، يقول إسماعيل ابن قتيبة، يقول: دخلت أنا وعيسى شلقان، هذان الاثنان دخلا على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، فابتدأنا، يعني قبل أن نسأله بسؤال، الإمام عليه الصلاة والسلام هو ذكر هذا الكلام، فقال: عجبا لأقوام، يعني هؤلاء جدا وقحون، نتعجب من وقاحتهم ومن جرأتهم على الله وعلى الرسول وعلى أمير المؤمنين، بحيث أنه وضعوا أحاديث كاذبة في مسائل التوحيد ونسبوها إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. عجبا لأقوام يدعون على أمير المؤمنين ما لم يتكلم به قط، أبدا لم يتكلم به، فهذا كذب وبهتان. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يروي خطبة من خطب أمير المؤمنين التوحيدية، وهذا قرين على أن هؤلاء وضعوا على لسان أمير المؤمنين
أمرا يتعلق بالتوحيد، يدعون على أمير المؤمنين عليه السلام ما لم يتكلم به قط. خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس بالكوفة علنا في العاصمة وعلى المنبر مثلا، خطب خطبة، وخطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انتشرت، وكتاب نهج البلاغة هذا مختارات من خطب ورسائل أمير المؤمنين وكلماته، وإلا الذي انتشر وروته العامة والخاصة من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أضعاف ما في نهج البلاغة. خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس بالكوفة فقال: الحمد لله الملهم عباده حمده. نحن لا نعلم شيئا، الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا وعلمنا كيف نحمده. الإنسان عندما يولد: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم كمال، وكل كمال إنما هو من الله سبحانه وتعالى. لذا إحنا أي شيء عندنا أصل وجودنا من الله سبحانه وتعالى، وأي صفة من صفات الكمال التي نمتلكها من الله سبحانه وتعالى، وأي كمال هو من الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بمعنى أننا مجبورون في أفعالنا، كلا، وإنما الكمال الذي لدينا إذا هذا كمال لا بالاختيار فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه، وإذا بالاختيار يعني هذا الرجل عالم مثلا، متقي، عابد، زاهد، هذه الصفات حسنة، علمه باختياره، ذهب ودرس إلى أن حصل على هذا العلم، هذا أيضا من الله. بأي معنى؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هيئ الوسائل، يعني خلق الإنسان بكيفية قابل لاستيعاب العلوم، وجعل له وسائل الاستيعاب من العين ومن الأذن مثلا وما إلى ذلك. هذه الوسائل الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئها للإنسان ومهدها، فلذلك الإنسان يستفيد من هذه الوسائل ويحصل على الكمالات. وفي المسائل الدينية الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، وللأنبياء أوصياء، فهؤلاء علموا الناس، وهذه العلوم وصلت إلى الناس، ومن استفاد منها استفاد وحصل على كمال العلم، ولكن أيضا رجع إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض هذا العلم إلى أنبيائه وعبرهم إلى أوصيائه، ثم منهم انتشر إلى الناس. فإذن من الذي علمنا حمده؟ الله سبحانه وتعالى. والإلهام هو بمعنى التعريف بغير لفظ أو إشارة، يعني تارة أنا أعرف فكرة أو أعرف مطلبا أبينه للناس عبر الكلام، تارة عبر الإشارة، وهذه الإشارة يقال لها وحي. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم، أن سبحوا بكرة وعشية. وتارة الإلقاء في الروع من دون إشارة ولا كلام، الإلقاء في الروع هذا يسمى الإلهام، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذن الله سبحانه وتعالى ألهم خلقه حمده. طبعا كل مخلوق حسب قابليته وحسب استعداده، حتى الجمادات هذه تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لكن بما يناسب جماديتها. الحيوانات تسبح بحمد الله مما يناسب خلقها، والإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى بلسانه مثلا. الآية الشريفة تقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، في سورة الأسراء. فإذن كل شيء يسبح بحمد الله، من الذي علمه؟
الله سبحانه وتعالى ألهم. طبعا بالنسبة إلى الجمادات هناك بحث، البعض يقول أن تسبيحها لله سبحانه وتعالى تسبيح حقيقي لها أرواح، لكن ليست كأرواح النباتات أو الحيوانات فتسبح. البعض يقول أن هذا هو تعبير مجازي، يعني أصل وجودها يدل على خالق لها، وذلك الخالق منزه من كل نقص، لأنه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الحمد لله الملهم عباده حمده وفاطرهم على معرفة ربوبيته، في فطرة كل إنسان معرفة الرب، فطرة الله التي فطر الناس عليها. المادة هي فاء طاء راء، فطر بمعنى الخلق، فاطر السماوات والأرض بمعنى خالقها، كأنه هكذا أن العدم في كل شيء ثم الوجود يأتي ويشق العدم من الفطور الذي مثلا يحصل في الجدار، الشق الذي يحصل فيه. سمي الخلق بالفطر باعتبار أنه يشق العدم، الشيء معدوم، العدم إذا جاز التعبير في كل مكان منتشر، فالوجود يأتي ويشق العدم. الفطرة بمعنى الخلقة، يعني الكيفية التي خلق الله الإنسان عليها، هذه الكيفية فيها معرفة الرب، ولذلك جميع البشر في فطرتهم معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني يعرفون أن لهم خالقا. وقد أشرنا في بعض البحوث الماضية نقلا عن أحد الإخوة الذي كان يدرس في إحدى جامعات أمريكا، يقول أن أستاذنا رجل ملحد كان يدرسهم، أظن علوم الاجتماع كان، فهو يقول أستاذنا كان يقول البشر منذ أن وجد على الأرض إلى يومنا هذا يعتقد بالله. أنت تروح في كل الأقوام النائية البعيدة القريبة في هذا الزمان في الأزمنة الماضية يعتقدون بالإله. فهو يعبر يقول خريطة دماغ الإنسان بكيفية تسوقه إلى الاعتقاد بالله. هذا رجل هو ملحد لكن اكتشف هذه الحقيقة، أن خريطة دماغ الإنسان بطريقة مركبة بحيث أن الإنسان ينساق إلى الاعتقاد برب له. أنا عبرت قلت هذا في الواقع عبارة أخرى عن الفطرة، هذا الرجل هو ملحد لكن اكتشف هذه الحقيقة، الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان معرفة الرب. نعم الإنسان فطرته تسوقه إلى معرفة الرب، هنا يحتاج إلى أنبياء لكي يبينوا له الحق الواضح الصريح. أما إذا الأنبياء لم يكونوا موجودين أو الناس لم يتبعوا الأنبياء، فكل قوم تشوف ذولا يعبدون بطريقة خاطئة، إما يعبدون الأصنام ويجعلوها وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى كما كان المشركون في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكذلك غالب عبادة الأصنام يعتقدون بالله لكن إما يتصورون أن الله هو الصنم والعياذ بالله، أو أن هذه الأصنام مظاهر للرب أو بنات لله أو أبناء لله أو آلهة تابعة للإله الكبير. ولذا مثلا فرعون كان يقول أنه هو الرب الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يقول أنا إله لكم، لكن في الوقت نفسه كان فرعون يعتقد بأن هناك آلهة كما أشارت إليه آية في القرآن الكريم ويذرك وآلهتك، فكان يعتقد أن هناك آلهة
هو تابع لها وهو إله لهؤلاء القوم إذا قال لهم ما علمت لكم من إله غيري. سلسلة طولية، فرعون إله لمن يحكمهم وهو له آلهة هو تابع لهم. فهذا بسبب الابتعاد عن تعاليم الأنبياء والأوصياء، لكن أصل الاعتقاد بوجود الله في فطرة الإنسان. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لذا الإمام عليه السلام يقول وفاطرهم على معرفة ربوبيته، يعرفون أنه الرب، لكن الأكثر أخطأوا في الوصول إليه، لأن الطريق الذي يلزم أن يوصلهم إليه لم يتبعوه أو لم يكن عندهم مثلا في الفترات. وفاطرهم على معرفة ربوبيته، الدال على وجوده بخلقه. أنت كيف تعرف أن هناك رب؟ هناك طرق مختلفة، وهذه الطرق تختلف حسب اختلاف مستويات الناس، أو بتعبير آخر معرفة الناس بوجود الرب يختلف، البراهين تختلف. أكو براهين، هذه براهين معمقة، وأكو براهين، براهين يعرفها كل أحد. الرواية المعروفة أن امرأة كانت تحوك بجهاز الحياكة مثلا، فمر عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسألها ما معناه، كيف عرفت ربك؟ فهي تركت هذه الآلة التي تحركها، فتوقفت الآلة، قالت أنا إذا لا أحرك هذه الآلة تتوقف، هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه النجوم وهذه الأرض كذا تتحرك، فلا بد أن يكون هناك محرك لها. فالرسول صلى الله عليه وآله قال لأصحابه حسب هذه الرواية عليكم بالدين العجائز. هذا برهان يعرفه حتى أبسط الناس. هناك براهين معمقة تحتاج إلى مستويات أعلى، الأنبياء الأوصياء الأولياء، هؤلاء لا يحتاجون إلى الاستشهاد لوجود الله سبحانه وتعالى بخلقه، وإنما نور معرفة الله سبحانه وتعالى أضاء قلوبهم، فلا يحتاجون لمعرفة الله إلى شيء، بالمباشرة يعرفون الله سبحانه وتعالى. لكن غالب الناس ليس لهم هذا المستوى، فيستدلون بالبرهان الآخر. البرهان الآخر أنه ينظرون إلى الخلق وعن طريق المخلوق يستدلون على وجود الخالق، يعني هذه السماوات وهذه الأراضين، هل يمكن أن توجد صدفة، أن وجدت صدفة؟ هذا محال ببديهة العقل. هي أوجدت نفسها؟ هذا محال ببديهة العقل، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذن لابد أن يكون لها موجد، فأنت عن طريق معرفة المخلوقات تكتشف أن لها خالق، هذا أيضا برهان، وغالب الناس يستوعبون هذا البرهان. البرهان الأول هذا درجة الصديقين، لا يحتاجون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إلى توسيط خلقه، يعني عن طريق أنه ينظرون إلى المخلوقات، عن طريق المخلوقات يكتشفون أن لها خالقا. لكن غالب الناس هذه الطريقة، وهذه الطريقة أيضا طريقة سليمة وصحيحة، وهناك آيات في القرآن أيضا تذكر الناس بهذا البرهان الفطري العقلي. وفاطرهم على معرفة ربوبيته، الدال على وجوده بخلقه، يعني عن طريق رؤية المخلوقات أنت تكتشف أن هناك خالق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أنت التفت إلى نفسك تجد جهاز دقيق جدا، بحيث أن العلم لحد الآن حائر، واكتشف جانبا من جوانب الإنسان، هذا يدلك على خالق.
انظر إلى الآفاق، كلما العلم تطور تبين للناس عظمة الرب سبحانه وتعالى أكثر، الدال على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على أزله. يعني حينما نحن نرى أنفسنا، نرى الأشياء، نرى هذه الأشياء حادثة لا يمكن أن تكون أزلية. لماذا؟ لأنه لو كانت أزلية لاستحال التغير عليها. نشوف الأشياء تتغير باستمرار، فإذن لابد أن يكون هناك خالق أزلي، لأنه لو لم يكن أزليا يعني ما كان ثم كان، زين كيف أنه هذا وجد؟ فيما مضى هذا البرهان فصلناه أكثر، ولكن بشكل مختصر نشير إليه. الملاحدة سابقا كانوا يقولون أن هذا الكون وجد صدفة، لكن هذا الكلام خلاف بديهة العقل، تسخيف للعقل، أن هذا الكون العظيم العملاق هذا الكون صدفة وجد بدون أن يوجده شيء. هذا كلام سخيف جدا، كلام بديهي البطلان. أنت أي جهاز صغير إذا أريته للناس وقلت أن هذا الجهاز صدفة وجد يضحكون عليك، فكيف بهذا العالم الذي هو أدق وأعظم من أي جهاز خلقه الإنسان وصنعه الإنسان؟ لذلك اضطروا إلى أن يبدلوا طريقة الاستدلال، قالوا أن المادة أزلية، يعني هذه المادة التي يتشكل منها العالم هذه أزلية. زين، هنا يبتلون بمشكلة. المشكلة يقولون أن هذه المادة كانت متراكمة كلها مجتمعة، ثم حصل قبل 12 مليار سنة انفجار كوني، وهذا الانفجار الكوني تشكل منه المجرات والنجوم والكواكب والسماء والأرض. زين، نقول هذه المادة التي تقولون أنها أزلية كيف انفجرت قبل 12 مليار سنة؟ إذا هي أزلية يعني لا بداية لوجودها، لماذا في هذا الوقت بالذات انفجرت؟ لماذا قبل ذلك لم تنفجر؟ لماذا بعد ذلك لم تنفجر؟ هذا التغير الذي حدث فيها شنو هو السبب إليه؟ هنا يتوقفون، وهذا ما أشار إليه المتكلمون سابقا وفي بعض الأحاديث، البرهان التغير، كل متغير حادث، لحد الآن حائرين في ذلك. أما الإلهيون ماذا يقولون؟ يقولون أن الرب سبحانه وتعالى هو الأزلي، لا خالق له ولا تغير فيه، ما يتغير. حتى تسأل أنه لماذا حصل هذا التغير، فهو أزلي، فهو أوجد هذا الكون. هذا الكون ليس بدون علة، له علة، وعلته وجود أزلي غير متغير، لأنه الكمال المطلق في كل الجهات. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا الأمر ويقول وبحدوث خلقه على أزله، يعني دل الرب سبحانه وتعالى بسبب أن المخلوقات حادثة، هذا الأمر يدركه كل أحد، يعلم بأن هذا الحادث لابد أن يكون له موجد، أحدثه أوجده الله سبحانه وتعالى بالحادثات، جعل الدليل في عقل الإنسان على أنه ليس بحادث وعلى أنه أزلي، يعني لا بداية له، وبحدوث خلقه على أزله، وباشتباههم على أن لا شبيه له. حينما ترى أن الأشياء متشابهة، هذا الدليل على أن خالقها ليس شبيها لها، لأنه لو كان شبيها لها ما الذي جعله الخالق دونها؟ إذا أشياء متشابهة، الأشياء المتشابهة هي متعددة ومتشابهة، زين
لماذا هي متعددة؟ لأن هناك جهة اختلاف بينها. إذا أنت شفت إنسانين شبيهان في كل الجهات، لماذا هما إنسانان وليس إنسان واحد؟ لأن هناك فارق، هذا ما يعبر عنه بما به الامتياز. لماذا متشابهان؟ لأن هناك ما به الاشتراك موجود، يعني أشياء سببت الشبه وأشياء سببت الافتراق بينهما. فإذن المتشابهان مركبان، كل واحد منهم مركب مما به الامتياز وما به الاختلاف. فإذا الرب كان شبيه لمخلوقاته يصير مركب، ليش؟ لأنه يشبه من جهة ويختلف من جهة، فمن الجهة الذي يشبه ومن الجهة الذي يختلف يصير تركيب. وإذا صار تركيب المركب يحتاج إلى أجزاء، أنا أحتاج إلى أجزائي، كل مركب يحتاج إلى أجزاء. فإذا صارت الحاجة صار النقص، إذا صار النقص هذا لا يمكن أن يكون الوجود الأزلي، لا يمكن أن يكون الخالق. فإذن الخالق يختلف عن المخلوق في كل شيء، لذا الآية تقول ليس كمثله شيء، في كل شيء يختلف. إذا انتهم بعض الأمور تشوف اللافظ يطلق على الرب ويطلق على الإنسان، فهذا إطلاق اللافظ، وإلا الواقع يختلف اختلافا كاملا. يعني تشوف أنه نقول أن الله موجود، أنا موجود، الله يعلم بهذه المسألة، أنا أعلم بهذه المسألة، هذا إطلاق اللافظ، وإلا وجود الله يختلف عن وجودنا اختلافا جوهريا، لكن اللافظ واحد أما المعنى يختلف. علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن علمنا اختلافا جوهريا، فليس علمنا شبيه لعلمه ولا علمه شبيه لعلمنا. فإذن حينما أنت ترى الأشياء المتشابهة التي يشبه بعضها بعضا، تعلم بأن هذه الأشياء المتشابهة مركبة، لأنها بها ما به الاشتراك لذا تشابهت، وبها ما به الامتياز والاختلاف لذا تعددت، فهي مركبة، والمركب يحتاج إلى أجزائه. هذا يكون برهان على أن الرب ليس شبيه لمخلوقاته في أي جهة من الجهات. وباشتباههم، الاشتباه يعني الشباهة، يشبه بعضهم بعضا، على أن لا شبيه له. هذا المقطع الأول من هذه الخطبة، وإن شاء الله نكمل الخطبة في بحوث لاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.